بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم خالد سعود الحليبي الباحث. مثل ما تلاحظون إن شاء الله راح نسوي دراسة كاملة عن يرقات البعوض. هذه الدراسة شملت تقريبا 300 عينة بأحجام مختلفة. طبعا هذا النوع من البعوض يعيش في المناطق الرطبة جدا مثل ما تلاحظون. في بعض الصقار جدا اللي ما تقدر تشوفها إلا بالمجهر. طبعا هم الآن فوق الماء. إن شاء الله بتكون دراسة ممتعة جدا. راح نستخرج بعض المعلومات عن بعض حياة يرقة البعوضة بشكل تفصيلي.